مخيم الرعب. معظم الأشخاص عاشوا رحل تخييم منا المرعب يلي مليان إثارة وتشويق وخوف، ومنا العادي. قصة اليوم حكالنا ياها واحد من المتابعين، قصة حقيقية مرعبة بكل معنى الكلمة وما إلى ولا تفسير لحد الآن. طبعا بتقدروا تبعتوا القصص يلي مريتوا فيها على رسائل الصفحة. قصة اليوم صارت بعام 2009. قبل ما نبدأ بالقصة ما تنسوا التفاعل والاشتراك بالقناة كرمال توصلكم كل القصص الجديدة. كان في مجموعة شباب ذكور وإناث متطوعين بفريق للهلال الأحمر، وبيوم من الأيام قرروا يتدربوا بمخيم، وهالمخيم بعد مدينة السويدة بشوي، في بناء مجهز بكل شيء بيلزم المتدربين. هالمكان محاط بأسلاك شائكة، وموجود بالنص بناء كبير عبارة عن 3 طوابق، وضمن هالمكان موجود مستودع فيه المواد اللازمة مثل الخيم والمعدات اللي بتستخدم بالتخييم. المهم واحد من أعضاء هالمجموعة اسمه علي، من أول ما وصل للمخيم كانوا كل الأشخاص عم يحكوا عن مواقف مرعبة صارت معهم أو سمعوا عنها. واحد يقول إنه شاف خيالات، والتاني يقول إنه سمعت من واحد وهو بالمخيم حاكاه شخص وشافه، ومن يومتها الشخص مرتعب. طبعا علي هون ما فكر بالموضوع، يعني قال إنه خلاص أكيد هدول عم يبالغوا، ما عطى الموضوع هذيك الأهمية الكبيرة وراح ليشوف شغله. فبعد شوية وقت نادوا له وقالوا له إنه عندك مناوبة بخيمة الطوارئ. قال لهم تمام. أخذ غراضه واتجه لمكان الخيمة. طبعا الخيمة مكانها بعيد عن البناء الأساسي بكتير، يعني منعزلة وما في حواليها غير صخور. كانت الساعة شي 2 أو 3 الظهر، هو لوحده والمكان كتير هادي. بالبداية كان الوضع كتير طبيعي وما في أي حركة غريبة، وكان عم يشوف إنه إذا في شي نقص بالخيمة لا يطلبه من حدا. وفجأة صار يسمع أصوات قوية وضجة، ضحك بصوت عالي، يعني ناس عم تحكي مع بعضها. ما خطر بباله نهائيا أي شي بخص القصة يلي سمعها، وفكر انه المتطوعين اجوا لعنده على الخيمة او صار شيء انه حدا جاي يطلب منه مساعدة، لانه الاصوات بتدل انه فعلا في ناس برا، يعني ما في اي شيء مانو طبيعي. ولما طولوا ما فاتوا طلع ليشوف مين في برا وليش ما حدا فات، فانصدم انه ما في حدا وما في غير هالخيمة، وكل اللي حواليه صخور، يعني ما في حركة لاي بشر. صار يقول انه منين هالاصوات عم تجي، ما في اي حدا هون. حمل حاله ورجع على الخيمة، وكان كتير الجو شوب فما قدر يبقى واقف برا. ما في 5 دقايق ورجع يسمع الاصوات نفسها. علي قال لا هالمرة ما رح اطلع، وهالمرة اكيد هدول المتطوعين ورح يفوتوا لعندي، ويمكن المرة اللي قبل انا كنت عم اتوهم. فنطر شي 10 دقايق وما كان حدا يفوت لعنده، والاصوات كرماله وتهلا قام وطلع لبرا وما لقى اي حدا. وتكرر هالشي طول فترة مناوبته، يعني شي بيجنن وبحط العقل بالكف، شو يلي عم يصير؟ خلص وقت المناوبة بصعوبة وتوتر كتير كبير. رجع علي للبناء تبع التخييم وما حكى لحدا اي شي. والمساء كانوا مجتمعين بالساحة مجموعة شباب وصبايا، كانوا عم يتناقشوا بموضوع بخص الفريق ونشاطاته. فبتجي صبية وبتسأل الصبايا، وبتقول للصبايا انه معقول هالمزح يلي بتمزحوه انتو معي؟ مين يلي كانت فوق بالحمام؟ كلهم طلعوا عليها بنظرة استغراب انه شو عم تحكي انتي، ما حدا منا طلع لسه لفوق. البناء هو 3 طوابق، والطابق الاخير كان في غرف للصبايا بيناموا فيها، وبنهاية الممر كان في الحمامات. الكل كان بهالوقت بالساحة، وهالصبية كانت لوحده فوق. فلما البنات قالوا لها انه هن ما طلعوا نهائيا لفوق، البنت كتير خافت وتوترت من الشيء اللي صار معها. فاجت وحكت لعلي انه انا طلعت من الغرفة ورحت بدي اتحمم، لقيت حدا عم يتحمم، صرت دق الباب وما كان حدا يرد، وسألت مين في جوا وكمان ما حدا رد علي اكتر من مرة وما حدا رد، وصوت المي مسموع لعندي وانا عم دق الباب وما كانت ترد علي. هون انا انزعجت كتير وقلت خلص، يعني انه ما بدها تحكي معي تصطفت. فقلت لها يا صبية بس تخلصي حمام أنا بغرفتي، دقي علي الباب وخبريني لأجي اتحمم. ورجعت غرفتي وقعدت قدام الباب وأصريت أعرف مين هي البنت اللي كانت جوا وما قبلت إنه ترد علي. ومرق هيك شي ربع ساعة وما كانت تطلع. هون قلت أنا إنه خلص، يعني شو بدي ضل كل النهار عم استناها. رجعت رحت على الحمام لأتفاجأ إنه الكهرباء اللي بالحمامات مطفية. شغلت الضوء وفتحت الباب وانصدمت انه الارض ناشفة بشكل مو طبيعي، وكأنه الى اكتر من اسبوع ما نزل علي ولا نقطة مي. طيب من شوي كان الضو شغال وصوت المي جوا،
كيف طلعت؟ مين يلي كان جوا؟ هون علي تأكد انه يلي صار معه ما كان تخيلات ولا تهيؤات، وكل المخيم ضج بقصة هالبنت والشي يلي صار معه بالحمى. وقبل ما يخلص المخيم بكم يوم كانوا المتطوعين قاعدين قدام البناء، وفجأة سمعوا صوت بنت عم تصرخ بأعلى صوتها. الكل ركض باتجاه الصوت لحد ما وصلوا لعند الصبية سيدرا يلي عم تصرخ، وهي الصبية متطوعة معهن كانت قاعدة على الأرض وعم تبكي بشكل هستري وعم ترجف وباين إنه خايفة. حاولوا كتير إنه يحكوا معها أو يعرفوا شبه، ما كانت تحكي ولا حرف. لما بلشت تهدى هون علي ورفيقته كانوا عاملين دورة دعم نفسي وعندهم خبرة بهيك مواقف كيف بدهم يتصرفوا. المهم تقربوا منها البنت وحاولوا يواسوها ويخففوا عنها كرمال يعرفوا شو يلي صاير معها. وبعد معاناة كبيرة قدرت البنت تحكي، بس ما قالت غير إنه شفته وحاكاني. ومع الوقت عرفوا إنه البنت كانت شايفة خيال شخص وكان يحكي كلام كتير مرعب ويهددها بالقتل. ولما خلص المخيم ما بقى علي يرجع لهداك المكان، وصارت قصته متداولة بين كل أعضاء الفريق. الجن والخيالات يعني الأشباح موجودين بمكان، وجودهم بيكون مرتبط على الأغلب بمكان صار فيه مصيبة شنيعة أو مكان مهجور، يعني أماكن غير مؤهلة للسكن. هاد تفسير بتداولوه كتير أشخاص، وممكن كمان أي حدا يتعرض لهيك شي بسبب خوفه الكبير وهلوسته بهي الأشياء. احكولنا بالكومنتات عن هيك مواقف صارت معكم، ومثل ما قلت قبل أي حدا عنده قصة بيقدر يتواصل معنا على رسائل الصفحة ويحكي لنا إياها.